طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم مع بعض يا شباب في المايكرويف انجينيرينج ليكتشر 1. بالنسبة للصور اللي قدام حضراتكم دي على الغلاف، كلها مايكرويف، كلها مايكرويف، يعني كل الداشز اللي قدام حضرتك دي مايكرويف داشز، والكيبلز بتاعتها عبارة عن مايكرويف جايدز. ممكن تبقى ريكتانجولار مايكرويف جايد، تبقى سيركولار ويف جايدز. فالتاور اللي قدام حضراتكم ده شايل مجموعة كبيرة من الايه، من المايكرويف كومبوننتس. لو بصينا هنا كده على البوردة نفسها، البوردة اللي على اليمين تحت دي، البورد اللي على اليمين تحت قدام حضرتك دي فيها مايكرويف سيركتس. ده عبارة عن دايركشنال كابلر، الجزء اللي هو في الشمال خالص ده تحت، ده عبارة عن دايركشنال كابلر، ده أساسه برضو مايكرويف كومبوننتس. ده الشكل اللي قدام حضرتك ده على الشمال فوق، ده عبارة عن السميث تشارت، هتستخدمه وتحل بيه بروبلمز. بوضح لحضرتك ان المايكرويف انجينيرنج هي استكمال للالكترومغنيتكس، وبتكمل بتوصل الداتا بتاعتك وبتوصل الليكتشر بتاعتك او النوليدج بتاعتك للانتنز، وبعد كده للويف بروباجيشن. الكورس بتاعنا الكود ELC 424، ده الايميل بتاعي. كل البيرسونال يعني كونتاكتس بتاعتي مع حضراتكم. المفروض احنا هنتكلم على في ليكتشر 1، هنتكلم على انترودكشن وسام بيزك ريفيجن، انترودكشن اند سام بيزك ريفيجن. ان شاء الله النهارده هنتكلم على البوينتس دي، هنتكلم على بعض الالكترومغنيتيك اند مايكرويف انجينيرنج ابلكيشنز، هنتكلم على بعض البيزكس ريفيجنز الفريكونسي سبيكترم وديزيجنيشنز والبيزك كوانتيتيز وماكسويلز ايكويشنز والباوندري كونديشنز وبعض الميديم بارامترز، بعض الميديم بارامترز. اوكي، هن هن هنقول كده. طبعا احنا دول يعتبروا البايونيرز في الالكترومغنيتكس، يعني ادي ماكسويل عاش من 1834 ل 1879، يعتبر يعني مات الراجل عنده 45 سنة، يعتبر صغير، ولكن الـ يعني الالكترومغنيتكس واضح ان هي يعني شيبته بدري. ادي كولوم، ادي وات، ادي فولتا، ادي امبير، ادي جاوس، جول. كل دول يا شباب ليهم طبعا زي ما حضراتكم عارفين ليهم قوانين وليهم ثيوريز وساهموا في الطفره العلم بتاع الالكترومغنيتكس. احنا في طبعا ابلكيشنز للالكترومغنيتكس والمايكرويف، من اولها طبعا مايكرويفز، الانتنز، الالكتريك ماشينز، ساتلايت كوميونيكيشنز، البايو الكترومغنيتكس، البلازما، نيوكلير ريسيرش، فايبر اوبتكس، الكترومغنيتك انترفيرنس اند كومباتيبلتي، الكتروميكانيكال انرجي كونفرجن، رادار، ريموت سنسنج. كل دي ابلكيشنز يا شباب بيدخل فيها الالكترومغنيتكس، وبتدخل فيه بيدخل في جزء منها المايكرويف. طبعا زي ما قلنا ان الالكترومغنيتكس ليها اضرار كتير على الهيلث بتاعت الانسان، يعني ده كده انالوجي، او نقدر نقول ان التليفون بتاع حضرتك ايكويفالنت للمايكرويف، ايكويفالنت للمايكرويف. التليفون بتاع حضرتك شغال في البانز اللي هي 900 ميجا هرتز و1800 ميجا وال2.1 جيجا ولسه الفيفث جنريشن. المايكرويف شغال في التردد، مايكرويف شغال في التردد اللي هو 2.5 جيجا،
الميكرويف بتاعك اللي في المطبخ شغال على تردد 2.5 جيجا، فيها في مايكرويف ديفايس جوه او مايكرويف كومبوننت بيجنريت سيجنال الكترومغنيتكس شغاله على تردد 2.5 جيجا هرتز. 2.5 جيجا ده في قلب المايكرويف فريكوانسي باند. المفروض المايكرويف بتتراوح الباور بتاعته من 500 ل 1.1 كيلو وات. الموبايل تتراوح الباور اللي هي اللي خارجه منه من 0.6 ل 3 وات. يعني لو حضرتك بتستخدم الموبايل 1 hour a day ساعه واحده في اليوم في ال 365 يوم في السنه، يبقى انت بتعمل 365 ساعه. ده في السنه. ده طبعا احنا دلوقتي بنحقق الرقم ده، ممكن نحققه يعني في نص شهر ولا حاجه. حلو. فال 365 اور لو احنا لو انت ضربتها في ال 3 واط اللي خارجه من الموبايل، يبقى انت اكنك بتتعرض ل 1 كيلو وات، 1 كيلو وات ان 1 يير. طبعا بالنسبه لنا للايام دي احنا مش بنتكلم بقى في 1 يير، لا انت بتتكلم في تقريبا 1 مانث. حلو. فانت بتتعرض ل 1 كيلو تقريبا في 1 مانث، لان احنا معدل استخدامنا للموبايل زاد قوي. ففي 10 سنين كده ربنا يديكوا الصحة وطولة العمر، يبقى انت اكنك بتشبع الخلايا بتاعتك ب 10 كيلو وات. 10 كيلو وات اكنك يعني احنا بصينا هنا كده، ادي 1 كيلو وات دي اللي بت 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 بتشوي او بتسوي الاكل. فانت اكنك حطيت دماغ سعادتك جوه المايكرويف وعمال تاخد ايه الكتروماجنتكس وباور على السكال بتاعك. اللي طبعا مع الفترة الزمنية كل ما بتطول الفترة الزمنية بتاعت المكالمة، كل ما الخلايا اللي حوالين ودن سعادتك بتتأثر أكتر، وبتبدأ الالكتروماجنتيك انرجي دي تنتقل على للسكن بتاعتك ومنها للخلايا. فبالتالي لو انت طولت في المكالمة بتلاقي ان بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة بتاعت دماغك، تمام، هي temperature rise مع المينتس. يعني انت لو عملت مكالمة تلت ساعة هتلاقي ان درجة حرارة رأس حضرتك زادت 2 ديجري، لان انت درجة حرارتك 37 وقعدت تعمل مكالمة لمدة تلت ساعة تقريبا، هتلاقي ان درجة حرارة دماغك بقت 39. فطبعا انت بتعرض الانسجة اللي هنا لإلكتروماجنتيك باور، وبالتالي على اللونج ران ربنا يعافيكم جميعا ويعافينا، بيحصل ان الخلايا دي تخرج عن الاوردر بتاعها. يعني ايه تخرج الخلايا عن الاوردر بتاعها؟ يعني لا قدر الله يحصل امراض مش لطيفة. ولو حضرتك اتكلمت مثلا مع لو جدك ربنا يديله الصحه عايش ولا حاجه، يقول لك احنا الايام دي بنسمع عن امراض ما كانتش موجوده قبل كده. ليه؟ من كتر التلوث، سواء بقى تلوث الكترومغنيتكس، تلوث زراعي، تلوث في حاجات كتير، كل ده بتسبب مشاكل صحيه للانسان. فطبعا لو حضرتك برضو قريت الكتالوج بتاع الموبايل بتاعك اللي انت اشتريته او حد جابه لك، هتلاقي فيه كتالوج كده من ضمن الكتالوج بتاعته بيقول لحضرتك ان انت المفروض ما تقربش الموبايل منك، على ما تلزقوش في جسمك، ما تلزقوش على دماغك. في لا، يبقى انا يفضل ان انا لو بتكلم لفتره طويله استخدم اللي هي الفري هاند، او ان انا ما لزقوش في ودني. يعني مش انا هسمع، يعني ما هسمع والسبيكر، يعني السبيكر والمايك هيقدروا يعملوا سنسيشن للمايك، هيسنس الكلام بتاعي من غير ما اكون لازق الموبايل في بقي او لازق المايك في بقي. وكذلك انا هسمع من السماعه من غير ما اكون مدخل الموبايل جوه ودني. يعني في ناس بتحس ان هي خلاص هتدخل الموبايل جوه ودنها. طبعا في يعني ظاهره غريبه بتعملها بعض البنات، يعني ان هي تروح حاطه الموبايل جوه الايه، جوه الطرحه بتاعتها، وبقى سايقه او مثلا في المطبخ بتعمل حاجه والموبايل جوه. فده طبعا هي ايه، دخلت دماغها جوه الايه، جوه الفرن نفسه. فطبعا الظاهره دي غلط.
كذلك الإفكت ده بيختلف من طفل صغير لولد أكبر أو ما إلى ذلك، يعني نفس الفترة الزمنية اللي بيتكلم بيها. لو في ولد صغير، طفل صغير يتكلم، مسك الموبايل وقاعد يلعب بيه أو يتكلم بيه وحطه على دماغه لفترة زمنية، طبعا الخلايا بتاعته بتكون أضعف وبتتأثر أكتر، الخلايا بتاعته بتكون أضعف وبتتأثر أكتر. علشان كده لازم يتعمل كنترول على الأطفال في استخدام الموبايلز. طبعا من ضمن الباد ابلكيشنز برضو الالكتروماجنتيك، هي الالكتروماجنتيك بومب. الالكتروماجنتيك بومب دي عبارة عن قنبلة كهرومغناطيسية الهدف منها ان هي تعمل شل لجميع الديفايسز اللي شغال اللي فيها الكترونكس. يعني مثلا لو في رادار مثلا، ادي الطيارة دي شايلة الالكتروماجنتيك بومب دي وعملت اسقاط للصاروخ ده او للبومب دي، بتتضرب على مسافة معينة، ارتفاع معين من سطح الأرض، بتعمل كفرج كده حوالين المنطقة اللي حصل فيها الانفجار. بقول لك حضرتك الانفجار بيتعمل على ارتفاع معين من سطح الأرض، يعني القنبلة دي ما بتخبطش في الأرض، ده هي بتنفجر على ارتفاع معين يكون تأثيرها أعلى، فبتأثر على كل الأجهزة اللي في المنطقة دي اللي شغالة بالإلكترونيكس. يعني اي جهاز شغال بقى فيه بقى مقاومه، فيه ترانزستور، فيه اي حاجه، فيه مايكروستريب، فيه اي حاجه، بتلاقيها بتعطل. ليه بتعطل؟ لان بتمشي فيها كارنت، بيمشي فيها كارنت عالي قوي، اعلى من الليميتيشن اللي تستحمله يستحمله الديفايس ده، فبالتالي الديفايس ده بيتحرق او بيخرج عن الاوردر بتاعه. فبالتالي لو في حرب او حاجه والطيارة دي حابة تضرب الالكتروماجنتيك بومب دي على منطقة معينة علشان تشل المنطقة دي، تشلها بإيه؟ بما يبقاش في كوميونيكيشن، ما يبقاش في العسكري مش عارف يحقق اتصال مع الضابط بتاعه، والقيادة مش عارفة تحقق اتصال مع الضابط، فبالتالي كل واحد هنا في المنطقة دي عايش مع نفسه، فبيحس بالرعب وبالخوف. يجي يتكلم في التليفون بتاعه اللي هو ما فيش، ما مش محقق له اي اتصال، الرادارات مش شايفه، الطيارات، الصواريخ ما فيش توجيه ليها، يبقى المنطقه دي اتضربت. وما اتضربتش بقنابل بقى تموت الانسان ومش عارف، لا ده هي قنابل شلت كل الايه، لكنها ضربت كل ما هو الكترونيكس. يعني اللاب، لو انت معاك لاب مش هيشتغل، لو معاك موبايل مش هيشتغل، لو معاك جهاز ترانسميشن ترانسيفر ترانسميشن ريسبشن مش هيشتغل، لو في رادار شغال في المنطقه دي مش هيشتغل، لو في صاروخ شغال بتوجيه الكتروني مش هيشتغل، فيبقى تلفزيون مش هيشتغل، كل حاجه في المنطقه دي مش هتشتغل. طبعا من ضمن الابلكيشنز بتاعتنا هي الانتنز، من ضمن الابلكيشنز بتاعتنا هي الانتنز، ومن ضمن انتنس طبعا شغاله في المايكرويف باند. لو في حد اي عنده اي سؤال هاعمل بوز كمان شويه ونرد على الاسئله بتاعت حضراتكم. من ضمن الابلكيشنز برضو هي الريموت سنسنج، ريموت سنسنج الساتلايتس اللي هي بتعمل يعني استطلاع مثلا، او عاوزه تصور منطقه معينه على سطح الارض او في سطح البحر او جوه البحر او ما الى ذلك، او منطقه معينه في الارض، او عاوزه تعمل تجسس، عاوزه القمر الصناعي ده عاوز يتجسس على منطقه معينه وياخد بعض الايمجز ليها، كل دي استخدامات في بيدخل فيها طبعا المايكرويف باند. يبقى كل دي ابلكيشنز للالكتروماجنتكس وكذلك للمايكرويف باند. في عندنا المايكرويف انتجريتد سيركتس. المايكرويف انتجريتد سيركتس بتبقى عباره عن السيركت نفسها متصنعه بحيث ان انا اقول ده كده ده ترانسميشن لاين، ده كومبوننت معين، ده ممكن يبقى في انتنا، في يعني مثلا هنا دي كده ممكن تكون دي عباره عن بايكونيكال انتنا مثلا. اوكي، ده كل دي عباره عن مايكرويف سيركت، هي دي بورده برنت سيركت بورد انا مصنعها ومشكلها بطريقه معينه بحيث ان هي تبقى سيركت زي الموبايل بتاع حضرتك، في بورده، البورده دي فيها سيركت.
تمام. السيركتس دي شغاله في انهي باند، انهي فريكوانسي باند؟ شغاله في المايكرويف باند. السمارت فونز طبعا من الابلكيشنز الكبيره جدا بتاعت الالكترومغنيتكس، وكذلك في جزء كبير منها شغال في المايكرويف باند. طيب ايه ميزه البينيفيتس اللي بيديهاني المايكرويف؟ يديني هاير جين، ان انا كل ما بعلى بالفريكوانسي كل ما الجين بتاعي بيزيد، وكل كذلك ما بعلى بالفريكوانسي كل ما الانتنا سايز بتاعي بيصغر، وكذلك بقدر احصل على جين عالي، لان الجين بيساوي كل ما بقدر اصغر الجين بيساوي 4 باي في الاريا افكتيف على اللامدا سكوير. فاللامدا عندك تحت في المقام يبقى سي، حط بقى شيل اللامدا حط مكانها سي على اف، يبقى سي اصبحت في المقام عندك والفريكوانسي طلع فوق. فكل ما الفريكوانسي بيزيد كل ما الجين بتاع الانتنة نفسها بيزيد. ولكن طبعا بندخل في حتة تانية اللي هي البروباجيشن بقى، دي ليها another theory يعني هندرسها بعد كده ان شاء الله في الانتنة بس ربنا احيانا. طبعا كل ما بعلى بالفريكوانسي كل ما بيبقى عندي مور باندويث، وكذلك لما بقول مور باندويث يبقى مور داتا ريت، مور داتا ريت. طب ليه بقول كده؟ لان في عند حضرتك طبعا تدرسته في الكوميونيكيشن شانون ايكويشن، شانون ايكويشن كل ما الباندويث بتاع حضرتك بيزيد كل ما بقدر ابعت السيجنال بداتا ريت اعلى. حد عارف شانون ايكويشن؟ ايوه اللي هي سي ايكوال دبليو واحد زي سيجنال ريزولوشن. قولها تاني. سي ايكوال دبليو لوج للاساس دبليو دبليو دي اللي هي ايه؟ الباندويت سي ايكوال باندويت دبليو في لوج للاساس 2 ها واحد بلس ان ار. حلوه قوي. انا كل ما بقدر ازود الدبليو كل ما هزود ايه الداتا ريت اللي هي السي، صح كده؟ يبقى انا كل ما بعلى بالفريكوانسي كل ما الباندويت بتاعي اقدر بيزيد كل ما اقدر اعمل ايه، يبقى في عندي داتا ريت اعلى. طبعا كل ما بيحقق لي فيري لونج ديستانس كوميونيكيشن، علشان ال بتكلم على الجين بتاع الانتنة بيزيد، فبيقدر يحقق لي كوميونيكيشن ديستانس، بقدر استخدم الانتنة بكوميونيكيشن ديستانس اعلى. طبعا الجزئيه دي ليها مور ديتيلز، يعني لازم يتعمل لها مور اناليسيز يعني. ولكن از ا كونسبت كل ما الفريكوانسي بيزيد كل ما الجين بتاع الانتنه بيزيد كل ما اقدر استخدم الانتنه دي تبعت لي باور لمسافات اكبر. ولكن برضو علشان للامانه العلميه ان في علاقه عكسيه ما بين الكوميونيكيشن ديستانس والفريكوانسي من خلال فريز ايكويشن. ان في حاجه عندنا اسمها free space losses، دي بتساوي لامدا على 4 باي ار كل سكويرد. anyhow هندرس الكلام ده بعد كده ان شاء الله in details، ولكن دي من ضمن الفيتشرز بتاعت المايكرويف. طبعا كل ما الفريكوانسي بيزيد كل ما الريدر كروس سيكشن اريا بتزيد، فبقدر اعمل ديتكشن لمين؟ اقدر اعمل ديتكشن للهذا ذا افكتيف ريفلكشن اريا رادار كروس سكشن از بروبورشنال تو ذا تارجتس الكتريكال سايز ديو تو ذا انتنا جين اند فريكوانسي ديبندنس. مايكرويف فريكوانسيز ار فيري فير فور رادار سيستمز. هتلاقي موست اوف رادار سيستمز شغاله في المايكرويف باند. طيب احنا عارفين نشوف بقى كده مع بعض الفريكوانسي سبيكترام اند ديزيجنيشنز. احنا عارفين ان في علاقه عكسيه ما بين الويف لينث والفريكوانسي طبعا. وكذلك يا شباب في ديزيجنيشن، يعني ديزيجنيشن يعني مخصص حاجه لحاجه. الفريكوانسي بقى يعني كل ابلكيشن هتلاقيه شغال في سبيسيفيك فريكوانسي، يعني ما ينفعش مثلا تبقى انت شغال في الحيز بتاع التلفزيون مثلا. زمان كانت القنوات القديمه اللي هي تشانل 1 وتشانل 2، كان التشانل 1 تقريبا شغاله على تردد 180 ميجا هرتز،
180 ميجا هيرتز. اوكي تشانل 2 كان لها تردد كذلك. دلوقتي لما بنتكلم على الساتلايتس، حد عارف النايل سات؟ نايل سات شغال في أنهي فريكوانسي باند؟ نايل سات شغال في أنهي فريكوانسي باند؟ اللي هو 27500. ايه 27500 دي؟ لا ده مش فريكوانسي باند، ده مش فريكوانسي باند. هتلاقي بيقول لك التردد مثلا القناه الفلانيه، يقول لك القمر الصناعي نايل سات شغال على الكي يو باند. الكي يو باند، الكي يو باند ده لا حبيبي، الكيو باند ده هنشوف كمان شويه كده ان هو فوق ال 12 جيجا هرتز تقريبا، 12 جيجا هرتز. عشان كده يقول لك ان القناه الفلانيه، مش عارف قناه، لو انت عاوز تعمل سيرش على قناه او عاوز تنزلها، يقول لك ان التردد بتاعها كذا، هتلاقيه في الرينج بتاع 11 جيجا وشويه، يعني داخل على ال 12 جيجا. فبتتكلم على كيو باند. يعني لو شفت مثلا قناه معينه، هتلاقي ان هو بيقول لك على ان هي شغاله على الباقه التردديه كذا، الباقه دي كذا جيجا هرتز، بتلاقيها في الرينج بتاع 11 جيجا هرتز بلس. يعني ممكن تبقى بعض القنوات شغاله على ال 12 جيجا هرتز، فده كيو باند. ف ما ينفعش ان انا، او ده اسم حاجه اسمها فريكوانسي ديزيجنيشن. Frequency designation يبقى أنا بتكلم على إن أنا بقول إن التردد الفلاني ده هيشتغل في الأجهزة الفلانية. المايكرويف أوفن، لما بقول إن المايكرويف أوفن شغال على تردد 2.5 جيجا هرتز، يبقى ده أنا بقول للناس هتيجي تصنع مايكرويف، يا جماعة إن المايكرويف أوفن، الناس اللي هتصنع مايكرويف أوفن، هتعمل اللي هو الفرن بتاع المايكرويف ده، إن التردد بتاعكم هيكون كذا، اعملوا بقى الكومبوننتس اللي تشتغل على التردد ده. كذلك أي حاجة لازم يبقى متخصص لها باند، علشان ما يحصلش إيه؟ ما يحصلش انترفيرنس. الآدي المايكرويف باند في الحتة دي، هنفتحها كمان شوية، يعني هنخش فيها in more details. هنا تحتها في الراديو ويفز، وفوقيها الانفراريد، يعني بعد المايكرويف باند، او في جزء في انترسكشن كده ما بينهم. هنا بتكلم على الانفراريد، وهنا بتكلم على الراديو ويفز. اوكي طيب، لو بصينا بقى على الكلام ده، انت كراجل بتاع كوميونيكيشن لازم تكون حضرتك عارف بعض الحاجات الأساسية، يعني مثلا HF من 3 ل 30 ميجا هرتز. لما يتقال HF، جهاز شغال في HF باند، يبقى أنا عارف أن أنا بتكلم من 3 ل 30 ميجا هرتز. في HF من 30 ل 300 ميجا، UHF من 3 من 0.3 ل 3 جيجا، طبعا VHF اللي هي Very High Frequency، UHF Ultra High Frequency، SHF super high frequencies، extremely high. الانفراريد من 0.3 لحد 3، انفراريد بقى بتقسيماته المختلفة اللي هي النير والفار وما إلى ذلك. طبعا في كمان ال L band من 1 ل 2، ال S من 2 ل 4، C من 4 ل 8، X من 8 ل 12، KU أهو KU band من 12 ل 18، ال K من 18 ل 27، الكي اي باند من 27 ل 40. هتلاقي النايل سات اللي هو اخر نايل سات طلع، هتلاقيه شغال على حاجتين، شغال على الكي يو باند وشغال في الكي اي باند. طب ليه يعني بيعلى في الفريكوانسي؟ عايز باند ويدث اكبر عشان تعلى. مظبوط، كلامك مظبوط جدا. مين معايا؟ روبرت. مظبوط كلامك، مظبوط يا روبرت. كل ما بعلى في الفريكوانسي، كل ما بحتاج، لان انا محتاج باندويتس اعلى عشان ابعت داتا ريت اعلى. داتا ريت اعلى يبقى انا اقدر اتعامل بقى مع يعني قنوات هاي ديفينيشن،
صح. ما هاي ديفينيشن ده يعني ايه هاي ديفينيشن؟ يعني ببعت الداتا كتير غزيرة هاي ديفينيشن. البيكسلز اللي انا بعتها كتير، البيكسلز اللي انا بعتها دي شايله داتا. كل بيكسل ده لي فاليو في الار وفاليو في الجي وفاليو في البي، صح؟ ار جي بي، كل فاليو من دي داتا، تمام. فانا عاوز ابعت بيكسلز كتير، فعاوز ابعت داتا كتير. فعشان عاوز ابعت داتا كتير وفي نفس الوقت ما يبقاش في ديلي في الصوره اللي جايه لي، لازم ابعت بداتا ريت عالي. فكل ما بعلى في الفريكوانسي كل ما ايه، كل ما بيبقى عندي الافيلابيليتي ان انا ابعت بداتا ريت اعلى. اوكي يا شباب. طيب هنا طبعا دي الايه اللي هي بقى الاكسا والبيتا والتيرا والجيجا والمية والكيلو. ما ينفعش مثلا واحد ما يبقاش عارف ان الجيجا 10 اس 9، واحد ما ينفعش ان واحد يبقى مش عارف ان التيرا 10 اس 12، البيتا 10 اس 15، الاكسا 10 اس 18، الكيلو 10 اس 3، الميجا 10 اس 6. كل دي حاجات اساسيه لازم سعادتك تبقى عارف. طب لو بصينا بقى كده، دخلنا جوه شويه وبصينا على ادي وسعنا كده شويه للمايكروويفز، هتلاقي ان المايكروويف بان شغال من اول 1 متر كويف لينس الى 1 ملي متر كويف لينس، من 1 ملي متر لحد 1 متر ويف لينس. طب بالنسبه للفريكوانسي 3 في 10 اس 8 هرتز الى 3 في 10 اس 11 هرتز. يبقى لو انا بتكلم عليها بالجيجا يبقى كان دي كام؟ 300 جيجا هرتز. 3 في 10 اس 8 يبقى انا بتكلم 10 اس 9، يبقى انا باقي لي 2 صفرين، يبقى 300 ايه؟ جيجا هرتز. ودي عباره عن 300 ايه يا شباب؟ 300 ميجا، صح كده؟ يبقى انا بتكلم من 300 ميجا ولا ايه؟ 10 اس 6، يبقى دي تقريبا 300 ميجا لحد 300 جيجا. فده الباند، يبقى ده اللي انا بتكلم عليه في الباند ويث بتاعنا يا شباب. ودي طبعا لو بصيت كده دي بعض بقى ايه ديزيجنيشنز، بعض الديزيجنيشنز، يعني الشورت ويف راديو بتشتغل في الباند الفلاني، الاف ام برودكاست، برودكاست باند في الباند الفلاني. يعني الاف ام برودكاست باند ده اللي هو ايه يا شباب؟ حد عارف؟ هو الراديو صح؟ اللي هو الراديو. يعني في عندك من ضمن القنوات المشهوره قوي اللي هي القناه 100.6. ايه 100.6 دي؟ دي عباره عن ال 100.6 دي عباره عن القناه اللي هي شغاله على تردد 100.6 ميجا هرتز. 100.6 ميجا هرتز. اوكي. يبقى ال 100.6 ميجا هرتز دي شغاله في الراديو. اوكي يبقى دي خلاص، هو فعلا هم مخصصين هذا الباند للايه؟ للاف ام برودكاست. طيب في عندك كمان لو انت خدت بالك اي ام، يعني في بعض في على الراديو برضو في يقول لك لو قلبت كمان سويتش كده تلاقي اي ام واف ام. الاي ام باند اهو شغال في هذا فريكوانسي باند. ده اسمه ايه يا شباب اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ فريكوانسي ديزيجنيشن. انت مخصص مين لايه؟ مخصص مين لجي بي اس، القمر الصناعي اللي هو الجي بي اس اللي هو الجلوبال بوزيشننج سيستم. ده ليه تردد؟ ليه تردد طبعا، كل حاجه شغاله بتعمل ترانسميشن وريسبشن لسيجنال ليها تردد. يبقى الجي بي اس انا بتكلم على انه شغال على تردد كام؟ ليه 2 تردد 1.5 تقريبا جيجا و 1.2 جيجا، تمام. طيب المايكرويف اوفن يبقى بتكلم على حاجه في ال 2.545، او في بعض الديزيجنيشنز بتدي له 2.5. اليو اس الاي اس ام باندز، اي اس ام اللي هي الاي اس ام باند من 900 اراوند 900 ميجا و اراوند 2.4 جيجا. 2. حد يعرف ديفايس شغال على 2.4 جيجا؟ نعم يا دكتور. الواي فاي. الواي فاي مظبوط، الواي فاي شغال في مظبوط، كلامكم مظبوط مظبوط يا ريس. يبقى 2.4 ده البلوتوث والواي فاي، يبقى دي كده احنا بنتكلم في حاجه اسمها ايه؟ فريكوانسي ديزيجنيشن.
ال L band في رادارات شغالة في ال L band وفي رادارات كذلك يقول لك ده الرادار ده شغال في ال S band في رادار شغال في ال X band وهكذا وفي ال Q band البث التلفزيوني بتاع ال بتاع الساتلايتس وفي ال وفي حاجات شغالة في ال KA band اللي هو 26-40 جيجا اوكي في حاجات بقى شغاله في الـ في الـ في الاذر باندز دي ولكنها بتكون غالبا للانتر سبيس كوميونيكيشن انتر سبيس كوميونيكيشن يبقى احنا الفريكوانسي سبيكترم ديزيجنيشنز بتصنف مين هيشتغل فين مين هيشتغل فين اوكي في حاجات انت بتصنفها وفي حاجات انت بتقول الديفايس ده هيشتغل في المكان الفلاني وفي حاجات هي ما هي كده ما ينفعش تشتغل غير في كده زي اللايت اللايت ده هو ده ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى هو شغال في الفريكوانسي باند ده ما فيهاش ايه ما فيهاش كلام حلو الانفراريد هي هي كده شغاله في هذا الباند الليزر دي دي حاجات بتبقى حاجات يعني باي فورس في الاتموسفيريك اتنويشن بقى الويف لينث يا شباب ربنا سبحانه وتعالى يعني حامي الكره الارضيه بالغلاف الجوي حامي الكرة الأرضية بالغلاف الجوي. من حماية ربنا لينا إن مش كل الترددات أو كل السيجنالز اللي فوق فوق الغلاف الجوي أو في السبيس كده يقدر يحصل لها بنتريشن للأرض. عشان كده كان في زمان كنت تسمعوا عن ثقب الأوزون صح؟ هتسمع عن حاجة زي كده؟ تمام. فإيه الموضوع؟ قال لك إن الثقب ده هيسمح بمرور بعض الأشعة الضارة. طب الأشعة دي ما هي بيها ويف لينث. يبقى هيحصل حاجة زي كده. لو بصينا كده في يعني في جزء ريليشن ما بين الويف لينث أو الفريكونسي والكوميونيكيشن هتلاقي إن الفريكونسي باند اللي هو بتاع المايكروويف مفتوح. فريكونسي باند بتاع المايكروويف مفتوح. يعني في زي ويندو كده. في ويندو في 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 الاتموسفيرك باند الاتموسفيرك اتنويشن ربنا سبحانه وتعالى مدي سماحيه للفريكوانسي باند ده ان هو يعدي منين يعدي من الارض الى الغلاف الجوي يعدي الغلاف الجوي فبالتالي مسموح للارض ان هي تعمل كوميونيكيشن مع الساتلايتس الساتلايتس دي بعيده بعد الغلاف الجوي بكتير الساتلايتس دي في بعض الساتلايتس يعني اللي هي في كبير اللي هي الساتلايتس بتاعت البث التلفزيوني مثلا دي على مسافة 36,000 كيلومتر من سطح الأرض 36,000 كيلومتر من سطح الأرض فبالتالي في كوميونيكيشن مسموح هنا إزاي أنت الأرض بتكلم ساتلايت على مسافة 36,000 كيلومتر وبتقول إن هنا في حجب حلو يعني كل الدارك ده أتنويشن عالي قوي يعني بص هنا أتموسفيريك أوبيسيتي أوبيسيتي يعني انعدامية انت عامل هنا مفيش في يعني لو اي سيجنال في الفريكوانسي باند ده عاوز تطلع من الارض للسماء مش هتطلع ليه هيحصل لها اتنويشن بنسبة 100% تمام طب هنا في هنا بعض الفريكوانس في بعض الوينز في حاجات بيحصل لها اتنويشن بنسب معينة في الباند ده طب لو بصينا بقى على المايكرويف باند مش احنا لسه بنقول المايكرويف من 1 متر 1 متر ل 1 ملم تقريبا يعني هنا الحته دي ادي 1 متر اهو كمان لما زدنا كمان ال 10 متر اللي هو بقى في البي اتش اف والاتش اف كل ده مسموح له ان هو يطلع مين سمح له ربنا سبحانه وتعالى مسموح له ان هو ايه يطلع الفريكوانسي يبقى يحصل كوميونيكيشن ما بين التاور ده ما بين المحطه دي او ريفلكتور انتنا دي الى الساتلايت فبالتالي الويف اللي طالعه من هنا هتعدي من هنا وتوصل فوق طب لو انا بقى استخدمت تردد تاني وجيت حبيت اعمل فيها بقى ايه اقول ان انا عاوز استخدم الدش ده في الفريكوانسي باند ده واعمل كوميونيكيشن مع مين مع الساتلايت مش هينفع ليه لان في هنا اتنويشن بنسبه 100% يعني مش هينفع تعدي طب الفريكوانسي باند ده بتاع ايه بص بقى الحته دي بتاعه الجاما ريز والاكس ريز والالترا فايولت واللايت
لوج باي ذا ابر اتموسفير. فهنا في الجزء ده الجاما رايز والاكس رايز والالترا فايولت جزء كبير منها بيحصل له هنا بلوكينج ما بيعديش. ربنا سبحانه وتعالى عامل البلوكينج ده علشان يحمي البني ادمين اللي ايه اللي هيعيشوا تحت. لان لو الجاما رايز عدت والاكس رايز عدت والالترا فايولت كلها عدت يبقى انت بتتكلم على ان الانسان او الكائن اللي عايش تحت ده او النبات او ما الى ذلك هيتعرض لكل الايه لكل الاشعه دي. طب بص الحته دي الجزء ده بتاع ايه؟ الجزء ده بتاع الانفراريد الانفراريد سبيكترم. يبقى الانفرا كذلك الانفراريد سبيكترم ابزوربد باي اتموسفيريك جازس. ربنا سبحانه وتعالى مخلي الجازس اللي هنا تمص ايه تمتص هذه الايه الاشعه تمتص الانفراريد سبيكترم. طب هنا الجزء ده لونج ويف لينث راديو ويفز بيحصل لها بلوكينج كذلك في الحته دي. يبقى الويندو دي حلوه قوي لمين؟ للمايكرويف علشان اقدر اعمل بروباجيشن. فهنا في الجزء ده راديو ويفز اوبزرفبل فروم ايرث راديو ويفز اوبزرفبل فروم ايرث. يبقى ممكن السيجنال بتاعتي من الارض تطلع فوق للسماء وسيجنال تتبعت لي من السماء تنزل على الارض واشوفها عادي ما فيش مشكله. يبقى فريكونسي باند بتاعنا اللي هو بتاع المايكرويف باند ده ممتاز جدا للسبيس كوميونيكيشن ممتاز جدا لايه للسبيس كوميونيكيشن. مين اللي عمل كده؟ ده خلق ربنا سبحانه وتعالى. طيب عاوز اقول لحضرتك حاجه كمان ان كل جهاز حوالين حضرتك بيشتغل بكهرباء بيطلع منه ماجنتيك فيلد لان علشان يحصل ايميشن او يحصل بروباجيشن للويف في كونديشنز. ايه الكونديشنز دي؟ ان يبقى في عندي تشارج والتشارج دي بتتغير تغير مع الزمن او يحصل تغير في الـ مثلا اللينث بتاع الكيبل او الحاجه اللي شايلاه او ما الى ذلك يحصل فيها فيزيكال موديفيكيشن زي ما هتدرسوا بعد كده باذن الله في الانتن. الماجنتيك فيلدز نير كومون ديفايسز هتلاقي كده مثلا خطوط الباور باور لاينز اللي هي شغاله شايله ضغط عالي اللي احنا بنسميها خطوط الضغط العالي. ضغط عالي ليه؟ لان هي شايله ممكن تبقى شايله مثلا 400 كيلو فولت. 400 كيلو فولت دي عامله ايه؟ عامله حواليها ماجنتيك فيلد. ماجنتيك فيلد الماجنتيك فيلد دي لو انت على مسافه 3 سم من اللاين يبقى انت بتتعرض في ماجنتيك فيلد طالع منها اكبر من 80,000 مايكرو تسلا. مين تسلا دي؟ تسلا دي اليونت بتاعه البي اللي هي الماجنتيك فيلد دينستي. فاكرين البي؟ البي بتساوي ايه؟ ميو في الاتش. بي ايكوال ميو في اتش واليونت بتاعتها تسلا. حلو. طيب يبقى انا دلوقتي هنا السيجنال الاميشنز اللي طالع اكتر من اكبر من 80,000 مايكرو تسلا يعني اكتر من 80 ملي تسلا ورقم ده كبير جدا. الملي تسلا يعتبر كبير. ليه؟ لان السيفتي ثريشولد اكبر يعني اقل من 5,000 مايكرو تسلا. يعني انت لو في جهاز مطلع فاليو اقل من 5,000 مايكرو تسلا يبقى الافكت بتاعه ضعيف عليك يعني مش هيأثر على الانسجه بتاعتك ولا الهيلث بتاعتك. انما لو انت في مكان الكترومغناطيس فيه عالي والماجنتيك فيلد فيه عالي اكبر من كام؟ اكبر من 5,000 مايكرو تسلا يبقى انت دلوقتي بتتعرض لخطر. تمام؟ فلازم تبعد عن الايه؟ عن الكلام ده. طب لو بعدت مسافه اكتر من 30 سم حلو يبقى انا بتعرض لايه؟ ل 8,000 مايكرو تسلا ستيل هازارد ستيل خطر. لو انا بعدت شويه كمان يبقى انا بقلل الفاليو بتاعه الايه البي الماجنتيك فيلد دينستي. طيب في انذر ديفايسز يعني مايكرويف اوفن قال مثلا الفرن بتاع المايكرويف اللي في المطبخ ده خطر ولا مش خطر؟ هو طول ما هو مقفول فهو سيف بس انت اصلا حاطط الاكل جواه بتسخن من خلاله
الاكل، فانت بتعرض الانسجه بتاعه الاكل دي لايه؟ لهيت، يعني انت بتحاول الكترومغنيتكس الهيت. ولكن في بعض الدراسات، بعض الدراسات والله اعلم، بتقول ان هو كمان مش صحي قوي، ولكن يعني في بعض الدراسات بتقول كده. وطبعا في دراسات تانية، وغالبا دراسات تانية دي بتاعت الشركات اللي هي مطلعه المايكرويف اوفن نفسه عشان تبيع، بتقول ان هو ملوش ملوش افكتس. ولكن anyhow بيطلع منه ماجنتيك فيلد، بيطلع منه ماجنتيك فيلد. الفاليو بتاعته كام؟ من 73 ل 200 مايكرو تسلا، ستيل تحت الايه، تحت الثريشولد ليفل. عشان كده هو محطوط في المطبخ جنب الايه، جنب سواء بقى سواء جنب حضرتك او جنب الـ يعني الايه اللي بيستخدمه. طيب يبقى لو انا بعدت مسافه اكتر في ماجنتيك فيلد، في ماجنتيك فيلد ولكن بيقل. هنا بدا يقل اكتر، وصل لحد ايه 0.13 مايكرو تسلا، فا اتس فيري فيري ويك فاليو. طيب اي حاجه بقى هنا كده الايرن دي اللي هي ايه، اللي هي المكوه، المكوه اللي هي بالكهرباء دي، طالع منها كمان الكترومغنيتكس، طالع منها ماجنتيك فيلد اهو. ماجنتيك فيلد بتاعها في الرينج ده على المسافه دي، وهكذا. طب التلفزيون، كالر تي في، طالع منه طالع منه ماجنتيك فيلد. طب الثلاجة، طالع منها ماجنتيك فيلد برضو. كل حاجة ماشي فيها كهرباء بيطلع منها ماجنتيك فيلد، او بيطلع منها الكتروماجنتيك فيلد، لان الاثنين بيولدوا بعض. الالكتريك فيلد يولد ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد تولد الكتريك فيلد. اوكي طيب. كذلك ادام بقول في ماجنتيك فيلد يبقى في ايه؟ في الكتريك فيلد. وادي اليونتس يا شباب، تذكر معايا اليونتس، الكتريك فيلد انتنسيتي، اليونت بتاعتها فولت بير متر. الفاليوز اللي هي الكورسبوندنج بقى لكل حاجه، شوف الفاليوز بتاعت الماجنتيك الكتريك فيلد عاليه جدا، الفاليوز دي عاليه جدا. طب الكلام ده فين؟ اتقاس على مسافه ايه؟ مسافه كذا انسايد الكابينه، ات 30 سنتيمتر اواي من المايكرويف اوفن. لو انت عندك المايكرويف اوفن شغال على ده، والمسافات المختلفه انسايد الكابينه بيبقى يعني انسايد، بص انسايد هنا ده انسايد الاوفن نفسه. لو انت بتتكلم على الالكتريك فيلد جوه الاوفن، بص قد ايه، 2000 فولت بير متر، علشان تسخن الحاجه، عشان تسخن الحاجه بالايه، بالشكل الرهيب ده. هنا في كل حاجه شباب، يعني عاوز اقول لحضرتك از كونكلوجن، كل حاجه بتشتغل بكهرباء طالع منها الكترومغنيتكس حواليها. الكافي، حتى الكافي ماشين، الكافي ماشين كمان فيها بعض الايه، بيبقى في بعض الميجرمنتس للالكتريك فيلد اللي حواليها. اوكي التي في مونيتور، الشاشه بتاع التلفزيون، كل حاجه يا شباب للاسف يعني عايشين في عالم كله الكترومغنيتكس. اي سؤال لحد هنا؟ انا يا دكتور عندي سؤال. اتفضل. اللي هي البندات اللي هي في بند كذا وبند كذا، في اللي هي السلايد اللي قبل اللي تقريبا، انا مش عارف في انا سامع زنة كده، مش عارف الزنة دي انتوا سامعينها برضو ولا ايه؟ ايوه سامعينها اللي فتح المايك ولا عندك زنة؟ احمد يا محمد، انت اللي بتسأل؟ ايوه يعني انت اللي معذبنا؟ لا ما انا كمان سامعها والله. طيب اعمل ميوت كده للمايك بتاعك. تمام، المشكله عندك في المايك غالبا يا احمد يا محمد، ولكن ايه هنحاول نستحملك، وانتوا سامعيني دلوقتي المفروض كويس، هنحاول نستحملك. أيوة يا احمد يا محمد،
وشغل المايك بتاعك وهنحاول نسمع. قول يا باشا. ماشي. البندات بقى ممكن حضرتك تجيب السلايد. حاضر. هنا بقى مثلا يعني احنا عندنا ال L band من 1 لـ 2 جيجا كويس، وعندنا على الشمال المايكرويف اوفنز 2.5 جيجا، فهل ده مثلا يعني او مثلا خلينا في ال S band، ال S band من 2 لـ 4 كويس، مايكرويف اوفن من 2.5، هل ده يعني المايكرويف اوفن في ال S band؟ ايوه صح صح، يعني مايكرويف اوفن ده شغال في ال S band. طب ليه احنا مقسمين 2؟ ليه في 2 يعني؟ يعني ايه 2؟ يعني ليه مقسمين بندات ومقسمين الاجهزه؟ يعني ليه مش واحده بس؟ يا ابني ده ديفايس، يعني انا بقول ده جهاز شغال في انهي فريكوانسي باند، جهاز شغال في يعني الباندز دي، ده الكبير، ده الحاجه الكبير كويس. يعني الباند ده انا بقول ان ال L باند، يعني بدل ما اقول لك ان الحيز الترددي، بص الجملة دي، الحيز الترددي الذي يعمل من 1 جيجا مثلا في ال، ارد بقى سيبني ارد، من 1 جيجا الى 2 جيجا ده يسمى L band. فاحنا خلاص بقى اصبح لما اقول لك L band يبقى انا عرفت على طول اترجمها من 1 لـ 2 جيجا، ولما اقول لحضرتك ان الديفايس ده يعني مثلا الديفايس في المايكرويف اوفن شغال في ال L band، خلاص انا تخيلت ان هو من اسف مايكرويف اوفن شغال في الاس باند، يبقى انا هو ده واخد حت واخد تردد جوه الباند ده من 2 ل 4 كام بقى بالظبط؟ اللي هو 2.5 تقريبا. اسال يا ريس. طب الاجهزه اللي هي بيبقى فيها برضو رينج، يعني مثلا الاف ام مثلا، ايوه مال ليه بقى بيبقى فيها برضو، يعني ليه مش ليه ريا رينج معينه؟ ليه ريا؟ وانت عندك انت دلوقتي يا باشمهندس عندك عربيه؟ والدك عنده عربيه؟ اي حد في البلد عنده عربيه؟ ركبت عربيه؟ ركبت ميكروباص؟ الواد رد عليا، هو الصوت بيقطع، انا ما سمعتش معلش. بقول لحضرتك انت يا احمد ركبت عربيه؟ ايه اكيد. صح تمام، معلش الصوت بيقطع انا مش سامع. الصوت بيقطع عند احمد ولا عندكم كلكم يا شباب؟ يعني انتوا سامعيني ولا احمد اللي مش سامعني؟ احنا سامعينك كويس. لا عند احمد بس مشكلة عندك يا احمد. المرة الجاية يا احمد تظبط السماعة بتاعتك دي والمايك، تجيب سماعة كده حلوة علشان تسمعنا كويس وتقدر تتكلم معنا كويس بدون مشاكل. طيب هو انا هجاوب يا احمد وانت هتلاقي الاجابة واضحة في الريكوردينج. يعني انت يا احمد عاوز، يعني واحد جه قال لك ايه سمعنا مثلا القناه اللي هي الاف ام 100.6 ده عليها بتجيب حاجات معينه، بتجيب اغاني، بتجيب مش عارف ايه، بتجيب برامج. واحد تاني قال لك ما تيجي نشوف الماتش ده على مثلا الشباب والرياضه، مثلا على قناه الشباب والرياضه، دي واخده حته من التردد. يعني دي قناه انت لازم تغير التردد. مثلا عاوز تسمع اذاعه القران الكريم، اذاعه القران الكريم على تردد كام؟ 98.2 ميجا هرتز. فال 98.2 دي جوه الحيز بتاع الاف ام، حيز اف ام ده حيز كبير، انت بتدور على قناه معينه جوه الحيز ده عاوز اسمعها. انما مثلا انت مش هتفضل بتسمع نفس الحاجه نفس البتاع بنفس الكل. كذلك برضو التلفزيون، انت بتشغل الستلايت، بتشغل الدش بتاعك ده وتشغل التلفزيون، وعندك ريموت فيه اكتر من 1000 قناه، كل القنوات دي شغاله في الكيو باند. انما كل قناه واخده حته معينه او واخده سنتر فريكوانسي في الكيو باند، واخده باند ويتس حوالين السنتر فريكوانسي ده اللي هو الباقه. يقول لك مثلا ايه الحزمه، حزمه الترددية كذا او الترانسبو او المجيب، كل دي حاجات بتسمعها. فكل حاجه ليها
التردد بتاعها جوه ايه؟ جوه الباند، عشان ما تبقاش الدنيا يعني مثلا انت جوه فصل، جوه سيكشن او جوه فصل، كلكم مثلا سيكشن ليتس سي مثلا سيكشن 3، سيكشن 3 ده كلكم سيكشن 3 مثلا، حلو؟ او انتم مثلا المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه دي متقسمه سكاشن سيكشن 1 و2 و3 مثلا، حلو؟ طب سيكشن 1 ده هو لما انا اقول سيكشن 1 ده جوه السيكشن فيه 30 بني ادم مثلا، طب جوه المجموعه في 30 في 3 حوالي 90 طالب، واخد بالك؟ يبقى كل طالب منكم لما بيدخل السيكشن بيقعد على كرسي، ولكن كلكم جوه الكلاس او جوه السيكشن ده، فاهم يا ريس؟ يبقى انا بقسم، بقول حاجه كبيره وجواها بعض الحاجات. الاكاديميه مثلا، اكاديميه فيها فيها كليه هندسه وفيها كليات تانية، بيزنس ومش عارف ايه، كليه الهندسه نفسها فيها حاجات يعني كذا قسم، اتصالات فيها، عماره فيها، مدني فيها، انتاج، يعني اقسام، ولكن كلهم بقول ان كل دول تبع كليه هندسه. كذلك برضو لما بقول ال باند ده باند كبير جواه بعض الايه، بعض الترددات، وبخصص بقى في ديزيجنيشنز معينه لبعض الايه، لبعض الديفايسز. اتمنى يكون اجابتي واضحه. تمام، اتفضل يا محمد يا حسن. بعد اذن حضرتك يا دكتور، اتفضل. السلايد رقم 9 اللي هو الكترومغنيتيك بومب، حضرتك هو انت قلت حضرتك ان هي بتنزل على ليفل معين من الارض، بتبقى متصممه عليه وبعديها ايه يعني مثلا تنشر المجال بتاعها، تمام؟ طيب مظبوط. طب هل مثلا يعني في حاجه مثلا ممكن توقف في المجال ده؟ يعني لو مثلا في نفس الرينج اللي حضرتك قلته، في مثلا خرسانه ولا حاجه ممكن توقف البند بتاعها، التاثير بتاعها، ولا بتعدي عادي وبيبقى كده كل اللي في المجال ده خلاص اختفى او اتدمر بالتاثير بتاعه؟ تمام، سؤالك جميل جدا. طبعا كل دي حرب، دي حرب، يعني اللي انا بتكلم فيه ده حرب. الحرب ده في ناس بتضرب وفي ناس بتدافع او العكس، صح؟ طبعا ناس يعني محترمين زي حضرتك كده فكروا بنفس التفكير، قالوا طيب احنا بالمناسبه ما عندناش البومب دي، ما يعني من الامكانيات القتاليه بتاعتنا مش موجوده عندنا كمصر مثلا، مش موجوده. الالكترومغنيتيك بومب دي بتمتلكها بعض الدول العظمى، يعني زي امريكا، روسيا، كوريا الشماليه، ده معدي ربنا يديله الصحه، الصين، يعني بعض الدول العظمى تمتلك هذه التكنولوجيا. انت هتقعد بقى تتفرج انت زي الناس المحترمه زي حضرتك كده حسن، قالوا طب يا جماعه احنا نعمل ايه؟ فقالوا احنا نعمل حاجه اسمها الكترومغنيتيك شيلد. الكترومغنيتيك شيلد، شيلد ده ان انا امنع بقى لو العدو بتاعي ضربني بالالكترومغنيتيك بومب، ان انا اقلل البنتريشن بتاع الالكترومغنيتيك ويف دي. وبدانا ندرس نشوف ايه ازاي اقدر اقلل البنتريشن ده، ازاي اقلل احتماليه ان الويف دي تتعدي تخترق وتدمرني كل الاجهزه دي. انت متخيل ان انت في لحظه كده ما بقاش معاك الكترونكس خالص، ما بقاش معاك رادار، ما بقاش معاك طياره، الطياره اللي طايره دي ما هي الطيار اللي طاير ده بيطير بناء على ديفايسز موجوده في الطياره، وفي نافيجيشنز وعارف اتجاهاته وشمال ويمين وهكذا، يعني وشرق وغرب كده، يعني عشان يبقى يعرف يطير في السماء. اكيد طبعا، اكيد. كل ده اتضرب، كل ده ما بقاش، كله بقى حته حديده، كل التكنولوجي دي اصبحت حته حديده، فانت لازم تامن نفسك. فطبعا اتعملت بعض الدراسات والاجهزه والسيستمز عشان تعمل شيلدنج، تعمل حمايه لنفسك من الالكترومغنيتيك بومب دي. وبدانا ندرس نشوف ازاي اقدر اعمل شيلدنج واقدر اعمل حمايه لنفسي من الالكترومغنيتيك بومب. مش بس كده، مش بس على السكيل بتاع الالكترومغنيتيك بومب، لا، ده انا ممكن يتم استخدام الالكترومغنيتكس نفسها في عمليات التدمير او الريموتينج لل
السيجنالز. بمعنى ايه؟ كان في تسمعوا عن رفيق الحريري. رفيق الحريري ده ابو سعد الحريري اللي هو رئيس وزراء لبنان حاليا، او اللي هو كل شويه ايه يحطوه رئيس وزراء وبتاع. تمام. ابوه بقى ابو سعد الحريري ده اسمه رفيق، يعني سعد اسمه سعد رفيق الحريري. رفيق الحريري ده كان راجل يعني ايه راجل كده شغال كويس وبتاع ومش عارف ايه. فجوم في يوم قال لك عاوزين نفجر الراجل ده، ان هو راجل كان شغال كويس وعاوز ينهض بلبنان بدل المتاهه اللي لبنان فيها دلوقتي. الحادثه بتاعت 2004 2006 حاجه زي كده. بالظبط. فالمهم هو ماشي في الركاب بتاعه قال لك ايه فجر ايه الركاب بتاعه ده. طب فجر الركاب بتاعه ازاي؟ ده فجره باي الكترونكس، ان هو هيزرع في المكان. وصل الحال ان هم في اليوم اللي هو عرفوا خلاص الخط السير بتاع الراجل، والراجل ده كل يوم بيمشي في التوقيت الفلاني من الساعه كذا للساعه كذا من الشوارع الفلانيه. تمام. فراحوا جم جابوا شويه ناس كده عملوا ان هم بتوع الصرف، وبداوا يفتحوا البلاعات وزرعوا في المسار بتاعه، حطوا ايه قنابل. طيب القنابل دي ينقصها ايه؟ ينقصها ان هي تضرب في توقيت معين. طب هو هيعملها التوقيت ده هيعمله بتايمر ولا مش بتايمر؟ قال لك لو هعمله بتايمر احتمال الراجل يتاخر، او احتمال الراجل ما يمشيش من هنا، او احتمال ان هو يعني يغير في توقيتاته. لا، انا مجرد ما اشوف الركاب بتاعه معدي في الحته دي هفجر ازاي؟ بالريموت. هفجر بالريموت، يبقى انا هخلي القنابل دي تنفجر بالايه؟ بريموت معين. طب علشان تنفجر بريموت معين لازم في كوميونيكيشن ما بين القنبله والراجل اللي بيفجر، الجهاز اللي هيفجر ده. طب قال لك يبقى ده انا هشتغل الناس بقى اللي هم حبوا يفجروا الحريري. قال لك احنا هنشتغل على تردد معين. حلو. التردد ده اللي هم اختاروه كانت ناس دارسه، ناس فاهمه هم عاوزين يعملوا ايه. فقال لك الركاب بتاع الحريري الله يرحمه شغال في حيز ترددي من الى. اي ركاب تقيل، ركاب في اي بي، ركاب رئاسه، ركاب مش عارف ايه، بيبقى معاه عربيات شيلد بتعمله بروتكشن، تعمله حمايه، تعمل حمايه للركاب ده. طب الحمايه دي بتعملها ازاي؟ بتطلع سيجنال تقفل اي كوميونيكيشن ديفايسز في الفريكوانسي باند ده. فالناس دي كان في التوقيت ده درست العربيه بتاعه الحريري اللي هي البروتكشن بتاعه الحريري، وبدات تقول ان العربيه بتاعه البروتكشن بتاعته شغاله في الفريكوانسي باند من الى. فكانت العربيه في التوقيت ده شغاله لحد تردد 1 جيجا هرتز. العربية بتاعت الحريري كانت شغالة في تردد 1 جيجا هرتز. اوكي؟ طيب العربية اللي هي شغالة لحد 1 جيجا هرتز دي، انا بقول لك الكلام ده بالارقام لان انا عملت يعني اناليسز للموضوع، والطلب احنا يعني مننا ك ك ك كبلد هنا ان انت تشوف يعني تشوف ايه الموضوع، يعني الراجل ده يعني فجروه ازاي يعني. فالراجل ده كان شغال لحد العربيه اللي معاه شغاله بتعمل له بروتكشن او شيلدنج بقى شيلد حمايه لحد 1 جيجا هرتز. فالناس دول قالوا خلاص يبقى احنا نشتغل على اجهزه تشتغل فوق التردد ده. فبداوا فعلا جابوا اجهزه وصنعوها او اشتروها من باي هاو تشتغل على تردد بعد ال 1 جيجا هرتز. فبالتالي العربيه اللي مع الحريري او العربيات اللي هي مع الحريري ما تقدرش تعمله بروتكشن على الفريكوانسي باند ده. وهم راحوا في الايه فعلا في التوقيت الفلاني راحوا ايه هوب مفجرين الايه القنابل اللي هي كانت معموله محطوطه يعني بفترة وعملت حفره في الارض يعني ادخلوا على اليوتيوب كده اكتبوا مقتل الحريري يعني عملت حفره يعني رهيبه كده من كم الايه من كم التفجير. الشاهد من الموضوع ان انا عاوز اقول لك ان كل حاجة بيبقى ليها الأنتي بتاعتها، ولكن هي بيبقى صراع. فطبعا بعد الحادثة دي يعني تقريبا كل الدول بدأت تبص على الحماية بتاعت الـ VIP بيرسون VIPs
اللي عندها وتتغير الحماية يعني، تغير العربيات وتجيب عربيات أحدث وتعمل بقى تكنولوجيا أحدث كده يعني. كذلك الإلكترومغناطيك بوم ليها بعض الطرق للحماية منها، ولكنها برضو ستيل في حاجات، في ثغرات انت هتغطيها ازاي يعني. فهي حرب، ولكن في بعض الديفايسز وبعض الميثودز اللي بتتعمل علشان تعمل بروتكشن اجينست الالكترومغناطيك بومب، ولكنها الالكترومغناطيك بومب بتكون مفترية في الباور بتاعتها، مفترية في الفريكونسي باند بتاعها، وهي برضو ليها فريكونسي باند يعني. الالكترومغناطيك بومب ليها فريكونسي باند مش يعني، ففي حسابات، في حسابات كتير في الموضوع. ولكن خلاصة الإجابة بتاع سؤالك بتصور حرب يعني، أنت بتعمل حاجة الخصم بتاعك بيعمل حاجة تانية كده. الشاطر فيكو بقى اللي هو إيه، يحاول يتغلب على كل الحاجات دي. تمام، شكرا. العفو بيه. أي سؤال دكتور؟ هو تأثيرها بيكون على الديفايس سواء كان اون او اوف؟ على كل ما هو الكترونيكس يعني. لو انت عندك مقاومه جوه الجهاز بتاعك هتجيله، هتفوره ترانزستور، هتفوره. بيتعمل بعض السؤال بتاعك برضو حلو، بيتعمل بقى بعض الشيلدينج، بعض كده الحاجة اللي تمتص الإلكترومغناطيكس دي قبل ما تدخل على المين كومبوننتس يعني. أنا أحط الديفايسز بتاعتي جوه مكان معين شيلدد، وطب الكيبلز، ما الكيبلز والأنتنز، ما الكيبلز والأنتنز دي كده هتلقط إلكترومغناطيكس وهتدخلها لي على الديفايسز جوه. بيتعمل بقى بعض البروتكشنز في بداية السيركتس يعني. موضوع طويل شوية ولذيذ وشيق، وممكن يعني ناخده ان ديتيلز بعد كده، او حد من حضراتكم لو يحب يعمل فيه ريبورت او حاجة او محاضرة وياخد عليها بونص، اتس جود يعني. اي سؤال تاني؟ اي سؤال تاني يا شباب؟ معلش يا دكتور، هو الرنجات في سلايد كده فيها رنجات، هي الرنجات دي مفروض يعني احفظها ولا المعرفة؟ بص بيه، حاجات اساسية يا ولدي يعني. مثلا ال HF ما ينفعش يبقى مهندس كوميونيكيشن مش عارف ان ال HF من 3 ل 30 وال VHF من 30 ل 300، دي تحفظ بس راح احفظها كده. واليو اتش اف من 300 ميجا ل 3000 جيجا، حلو، دي لازم تحفظها. خلي بالك هي سهله، ان انا كل مره بزود صفر، بس انت احفظ لي من الاول ايه، من 3، انا بدات من 3 ايه ميجا، 3 ل 30، 30 300، 300 3000، 3000 30000، كل ستيب بزود ايه، بزود صفر. وهنا فوق لو انا طلعت فوق بقلل صفر، من هنا 30، من 3 ل 30، هنا من 0.3 ل 3، هنا من 0.03 حلو لحد 0.3 لحد 0.3 او من 30 ل 300، بس انا في الكيلو. يبقى انا عندي ال ELF extremely low frequency من 30 ل 300، وزود بعد كده 10 طول ما انت ماشي، extremely low frequency، بعد كده الفويس فريكونسي او اللو فريكونسي، بعد كده الفويس، بعد كده الفيري لو فريكونسي، ال ال اف اللو فريكونسي، الميديوم فريكونسي، هاي فريكونسي، وهكذا. هنا بقى دول يعني، دول انا رايي انت تحفظهم، ال اس سي اكس كي يو كي كي اي، ال من 1 ل 2، بعد كده دوبليكيت بقى من 2 ل 4، 4 ل 8، 8 ل 12، 12 ل 18، 18 ل 27، 27 ل 40،
فال احفظ من واحد لاثنين اس سي اكس كي يو حد هنا سهل جدا بقى كان من 18 27 بقى كان 27 ل 40 فانا عاوز اقول لك يعني ان في حاجات اساسيه لازم انت كراجل بتاع كوميونيكيشن لازم تبقى عارفها. جاوبتك ولا توهتك؟ يعني بص بغض النظر عن الامتحان انت اسمك ايه؟ محمد لطفي. بص يا لطفي بغض النظر عن الامتحان انت كمهندس كوميونيكيشن يعني يفضل ان انت تبقى حافظ الحاجات دي. يعني انا شخصيا حافظها مش كلها بس غالبا حافظها. يعني اللي على اليمين ده الجدول اللي على اليمين ده ال اس سي اكس كي يو كي كي اي ده انا حافظه. وهنا حافظ ال اتش من الاتش اف الاتش اف في اتش اف يو اتش اف وبزود اقعد ازود هنا شويه واطلع فوق شويه. بس لو مسكت ورقه وقلم هكتب لي. انما لو بدماغي بس كده لو قلت لي في اي وقت وانا ماشي كده بعمل ايه بلعب كوره قلت لي هو ال اتش اف من كام لكام اقول لك من 3 ل 30 ميجا. لو سالتني كده وانا قاعد باكل اي حاجه احب اكل محشي قلت لي هو السي باند من كام لكام هقول لك من 4 ل 8 جيجا اصبحت حافظه. لو قلت لي الكيو باند هقول لك من 12 ل 18. يعني ليه؟ لان هي دي فيها ابلكيشنز كثيره قوي. فانت كمهندس اصبحت ان انت محتاج تعرف الايه تعرف الكلام ده كويس قوي. تمام يا ريس؟ فده فما تقلقش مبدئيا ما تقلقش انت انا عاوزك انت تدرب نفسك ان انت تحفظ الكلام ده. ده بغض النظر عن الامتحان يعني كانجينير احفظ الكلام ده اتس بيتر ان انت تحفظ الايه الكلام ده. اي سؤال؟ طيب نكمل. يبقى احنا قلنا الاجزاء دي كلها تمام وقلنا الايفكتس بتاعتها. طيب نيجي بقى على الايه البيزك بارامترز والماكسويلز ايكويشنز. البيزك بارامترز والماكسويلز ايكويشنز طبعا كل الاجزاء دي حضرتك المفروض اخذتها في الايه في الفيلد سواء بقى الالكتريك تشارج التشارج دينستي الالكتريك فيلد اللي هي الفولت بير ميتر دي اللي هي الكولومز بير ميتر سكوير وهكذا. كل الايه كل الحاجات دي لازم حضرتك تبقى عارف البيرميتيفيتي البيرميابيليتي الابسلون ميو الماجنتيك فيلد الالكتريك فيلد انتنستي ودينستي كل الحاجات دي لازم ابقى عارفها بالسيمبلز بتاعتها باليونتس بتاعتها عشان ده ايه ده بدايه الكلام. ماكسويلز ايكويشنز لازم افتكر بقى ماكسويلز ايكويشنز اللي انت درستها في الفيلد وربنا يكرم وتنجحوا فيه. الكيرل بتاع الكيرل اي ايكوال ماينس بارشال اي باي بارشال تي كيرل اتش ايكوال جي بلس بارشال دي باي بارشال تي. طب دي معناها ايه؟ كيرل اي بتساوي ماينس بارشال دي باي بارشال تي. الايكويشن دي بتقول لحضرتك ان سبب وجود الالكتريك فيلد هو التغير في الماجنتيك فيلد بكل بساطه كده. سبب وجود ويشن دي اهي سبب وجود الالكتريك فيلد هو مين؟ هو التغير في الماجنتيك فيلد. طب هنا بتقول لك ان سبب وجود الماجنتيك فيلد يعني امتى يتواجد ماجنتيك فيلد؟ لما يتواجد حاجتين او يتواجد حاجه من الاثنين كيرل اتش بتساوي جي بلس بارشال دي باي بارشال تي. يبقى يتواجد ماجنتيك فيلد لو تواجد عند حركه جي كارنت دينستي او تواجد عند حضرتك تغير في الالكتريك فيلد مع الزمن. ايه اللي جاب الالكتريك فيلد هنا؟ ما هي دي هي عباره عن ابسلون في اي والابسلون ده عباره عن الالكتريك بيرميتيفيتي. طب والاي هي الالكتريك فيلد انتنستي. فلو حصل تغير في الاي هيولد لك ماجنتيك فيلد ولو تواجد عندك كارنت دينستي هيتولد عندك ماجنتيك فيلد. طب ديف دي بتساوي رو سبب وجود الالكتريك فيلد هي الفري تشارجز ولما يتواجد فري تشارجز هيتواجد الكتريك فيلد. طب والديف دي يبقى الديف ده معنى ديف يبقى انا بتكلم على حاجه ليها ستارت بوينت واند بوينت ليها ستارت بوينت واند بوينت.
طب الماجنتيك فيلد ديف بي بتساوي زيرو، بقول لحضرتك ان الماجنتيك فيلد بيعمل اونلي سيركيوليشن مالوش ستارت بوينت واند بوينت. طب ديف جي بتساوي ماينس بارشال رو بارشال تي، بالمناسبه دي مش من ضمن الماكسويلز ايكويشنز ولكن دي من كونتينيوتي ايكويشن. ديف جي اللي هو سبب وجود الكارنت هو التغير في التشارجز، واحنا كلنا عارفين كده. انما لما بيحصل عندي تغير في الفري تشارج، موفمنت للفري تشارجز هي الكارنت، الكارنت احنا بنقول عليه الايه الموفمنت اوف فري تشارجز، يبقى ديف جي بتساوي ماينس بارشال رو باي بارشال تي. دي الماكسويلز ايكويشنز ان فيزر دومين او كومبلكس دومين، بشيل البارشال باي بارشال واحط مكانها جي اوميجا، بشيل البارشال باي بارشال حط مكانها ايه جي اوميجا، يبقى كيرل ايكوال ماينس اهي بارشال باي بارشال تي، شيلها وحط مكانها جي اوميجا اهي، يبقى جي اوميجا. والبي اللي هي الميو في الاتش، يبقى كيرل اي بتساوي ماينس جي اوميجا بي او ماينس جي اوميجا ميو اتش وهكذا. ده انا بفكر حضرتك في السلايد ده ماكسويلز ايكويشنز، كذلك ده برضو سمري للماكسويلز ايكويشن سواء في الاستاتيك او الانتجرال ايكويشنز بتاعتها او الديفرنشال ايكويشنز او الهارمونيك ديفرنشال او اللي هي بنسميها الفيزر دومين. طيب بفكر حضرتك برضو كذلك بالباوندري كونديشنز. باوندري كونديشنز بقول لحضرتك ان الاي 1 تانجنت بتساوي الاي 2 تانجنت، وان الجي 1 نورمال ايكوال جي 2 نورمال، وان الدي 2 نورمال ماينس دي 1 نورمال بتساوي رو اس، وان لو انا رو اس بتاعتي بزيرو بقول ان الدي 2 نورمال بتساوي دي 1 نورمال. كذلك الكومبوننتس بتاعت الماجنتكس اتش 2 تانجنت ماينس اتش 1 تانجنت ايكوال جي اس، وبقيه الكومبوننتس بتاعتك اهي. يبقى انا بفكر حضرتك بالايه بالباوندري كونديشنز بتاعتك. والباوندري كونديشن انا بتكلم على حاجه بتفصل ما بين تو ميديمز، يعني ميديم 1 لي ايبسون 1 ميو 1 وميديم 2 ايبسون 2 ميو 2. اوكي يبقى انا كده بوضح ايه، بوضح الميديمز دي. برضو ببساطه كده لو انا بعمل كلاسيفيكيشن صغير قوي للديفرنت ميديمز اقدر اقول ان انا في عندي فري سبيس لوسلس دايلكتريك لوسي دايلكتريكس وجود كوندكتورز. البارامترز بتاعتي بيزد على مين؟ بيزد على ال ايبسلون ميو سيجما، ايبسلون وميو وسيجما. اوكي طيب يبقى انا دلوقتي ادي اللوسلس السيجما بتاعتي نوت ايكوال زيرو، نوت ايكوال زيرو، والابسلون بتاعتي بتساوي ايبسلون ار ايبسلون نوت. هنا بس في هنا ان الابسلون بتاعتي ايكوال ايبسلون ايبسلون مش يعني ايبسلون نوت ايبسلون ار، الحته دي هنا بس في ايه محتاجه يعني ده خطا، ده ايبسلون بتساوي ايبسلون نوت في ايبسلون ار بس اتنست. اوكي ولكن يبقى دي الديفرنس ما بين ميديم تو انذر ميديم. من الحاجات المهمه قوي وبرضه بتجاوب على الجزء اللي كان سأله زميلنا، هل هو انا كده خلاص مثلا الكتروماجنتيك بومب دي خلاص كده استسلم؟ لا طبعا، لما بيحصل الكلام ده لقينا ان انا لما بستخدم ميديم، حط ميديم او حاجه السيجما بتاعتها نير تو انفينيتي يعني عاليه قوي، بتعكس لي بتقدر تعكس لي السيجنال كويس قوي، فبالتالي بعمل حاجه اسمها شيلدنج، بقدر اعمل حاجه اسمها شيلدنج، فدي هنتناولها بعد كده ان ديتيلز باذن الله قدام. يبقى ده كده تصنيف سريع للميديمز، برضو ممكن يتصنف بعد كده، هنصنفه ان ديتيلز بعد كده باذن الله. حد هنا كده، حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ دكتور هو احنا هندرس الابلكيشنز ولا هندرس ايه بالظبط؟ يعني الابلكيشنز اللي على اللي بيتعمل بيها مايكروويفز، هندرس الثيوري نفسها بتاعتها، وممكن يعني ممكن ناخد بعض الابلكيشنز. انا طبعا قلت لحضراتكم ان احنا هنعمل بعض المعمل بتاعنا هيبقى فيه جزء عملي وفي جزء هيبقى هنعمله ديزاين باستخدام بعض البرامج. فانا عاوز بس ايه يعني شدة حيلكم معايا علشان يعني نستفيد من الكورس
أكبر ما يمكن. هناخد بس بوز 5 دقايق وبعد كده نرجع نكمل المحاضرة بتاعتنا.